طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عادش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكيه؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجار شوف شغلك. حاضر. تعال هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك، فاهم؟ 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 خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك. خد سي دبليو سي ثانيه بس واجي لك. اوكي يا حبيبي. فرحتيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في اخرك. لو سمحتي كوبايه ميه؟ ايوه. كوبايه ميه. ايه ده؟ سميره. سميرة بهيم. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ سمسم عامله ايه؟ ايه اخبارك انت؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه. شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره. لا اخسى عليكي اخسى عليكي. بصي اتعديت منه كنت هقول اخسى عليك. معقوله كده يا حبيبي؟ فاكره فاكره يا بنت فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره مقصوصه الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره. شكري فاكره ولا فاكره؟ فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام. بس ده كان في سنه ثالثه. بس انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيب لك بتلج ولا من غير اي حاجه؟ طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش بيجي فجاه برضو. ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه ما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه. انت يا زين ما اخترت. يا زين ما اخترت سميره بهيه. ذكريات. ذكريات زباله يا زباله. بذكرياتك الزباله دي يا تافل. طول عمرك تافل. طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي مسكره في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دتمه يا دتمه. مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري. ثلاث سنين على سميره كتير. ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش مفيش مسؤول هنا يا جماعه. مفيش مسؤول. مسؤول يا جماعه. مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ سعادتك المسؤول في ايه؟ سعادتك انا رحت الدبليو سي ثلاث ثواني. ثلاث ثواني ما اتاخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست. ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوسته اتفتح. حصلت. حفام سيادتك. حفام سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو 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 خاطب واحده اصلا زباله سوسته. اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا باشا. جيب لي حقي. حصلت بره. بره مش عايز اشوف ايدك تاني هنا خالص. ده انت زباله وهي اسبل منك. بره. وانت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله. ام الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. اه ميرسي قوي. دي سارة. يلا بينا نمشي بقى لحسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ امال عمر راح فين؟ بابي. اهلا عمر. ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برد قوي انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قول لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي. هستناكي النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي. اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادتك من فضلك هات لنا الغدا بسرعه انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل اطفي الزفت ده وتخش انام على طول. خمس دقايق وماتش دقايق. ولا دقيقه واحده. كلمه ورد قطار. تخش تنام دلوقتي اهو. اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟
يلا بقى تصبح على خير. تصبح على خير حازم. انا ما بحبش الطريقه دي. وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين ما تفكيها بقى. بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه طيبه يعني. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي اصل كلهم كانوا سهرانين. وبعدين انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف. ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكم شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفة ابدا. كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحية التانية. بطل يا اخي قلة ادب. بحسب حد بينادي. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا. طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا مخلط. آه. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا مرمطته وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياه بابا. وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده هو بيتكلم عن سميره؟ ها؟ زميلتك في الكليه؟ لا يا نادر بيه لا 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 لا. دي سميره دي زي اخته. اخته ايه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع اسالني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده. قول لي مين. طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فتره. لا حول ولا قوه الا بالله. ده خطب يا بابا ما ماتش. ايوه ما هو كده داخل على اول الطريق. شكري السيد وسميرة. أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي. دول إخواته. يلا